اهلا وسهلا بيكم في نص مشكل. كل سنه وانتم طيبين، والنهارده معانا حلقه دسمه جدا بمناسبه الكريسماس، ويا رب تعجبكم واتفرجوا علينا. عندي حاجات مفاجآت كتيره قوي قوي قوي. اول حاجه هبتدي بيها الحلقه هتكون الوصفه بتاعتي، والوصفه النهارده عامله لكم وصفتين تقريبا، ومعايا ضيفه برضو هتعمل لكم حاجات حلوه قوي. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده هعمل لكم الترايفل، بس عامله لكم نوعين من الترايفل بانواع مختلفه، وهعمل لكم كمان كريسمس كيك بتاعه اللي هي الكريسمس فروت كيك اللي جواها فواكه مجففه وحاجات كده. هنبتدي بالترايفل، هعمل نوعين ترايفل. اول نوع هيكون بالشوكولاته واللبن المكثف المحلى والفراوله، وتاني نوع هعمله بالملبن ومية الورد والتوت. اول حاجه طبعا الترايفل ليه بيز اساسي، يعني اساس الترايفل هيكون عندنا الكريمه، ويكون عندنا الكاسترد جاهزين، والفاكهه والكيك. فطبعا انتوا تقدروا تلعبوا براحتكم في جميع انواع الترايفل، يعني ممكن تحطوا كيكه شوكولاته، ممكن تحطوا كيكه برتقال، وممكن تحطوا تلعبوا باي انواع كيكه عندكم، وتحطوا اي انواع فروتس عندكم. ممكن بدل الكريمه اللباني تحطوا كريمه جوز هند، وممكن تحطوا جوز هند، وممكن تحطوا انواع مكسرات. يعني فرايتي كبير جدا للترايفل ممكن يتعمل بيه، وممكن تلعبوا فيه، عنده مساحه جامده جدا تقدروا تلعبوا فيها. اول حاجه هعملها لكم الترايفل بالملبن. هجيب الكاسات بتاعتي، انا النهارده عشان انجز انا عامله كل حاجه جاهزه. طبعا الكيك البايت عندكم في البيت تقدروا تستعملوه. هحط الكيكه بتاعتي، انا مقطعاها بس مكعبات كبيره شويه، وهسقيها بحبه عصير توت. كده كفايه، واحط عليها شويه توت مجمد. كده، وده اول صنف ترايفل هعمله. وهجيب الكاسترد بتاعي واقلب عليه موارد، اديله بس شويه فليفر كده موارد. وطبعا اي حد بيعرف يعمل كاسترد، عندنا بودره الكاسترد موجوده في كل السوبر ماركتس، وبنحط منها معلقتين على كوبايتين لبن، او معلقه على كوبايه لبن ومعلقه سكر، او معلقتين حسب التحليه بتاعتكم دي. وبيتعمل في ثانيه، يعني الحاجات دي كلها بتبقى جاهزه، او ممكن تشتريه جاهز من السوبر ماركت. احط الكاستر بتاعي، وبعدين احط عليه الكريمه. وبعدين احط عليه من فوق الملبن. وطبعا الملبن ده موجود في السوبر ماركت، وبيتباع على شكل مكعبات، وفي منه بيبقى ملون وطعم مختلف، في بقى بامبا وشويه بالبرتقال برده، تقدروا تتحكموا فيه ما فيهوش اي مشكله. وده اول صنف براونيز معايا جاهز. هاجي للصنف الثاني، ممكن كمان نزوق الكوبايه من بره. فانا الكوبايه الكاسه بتاعتي هحطها في شوكولاته بيضه سايحه على النار الاول كده. هلفها شويه كده، وبعدين عايزه اخد طبق هنحط فيه، ممكن نحط فيه سكر ملون، او نحط فيه بقى الفارماسيل ده، الحاجات اللي بنحطها فوق الكب كيكس سبرينكلز.
كده. وممكن تستعملوا بقى حاجات بالشوكولاتة وحاجات كده، وكده أكون زوقت الكاسة بتاعتي برضو. دي ممكن، دي الأفكار اللي ممكن أديها لكم كمان. وهنعمل البراونيز الشوكولاتة، براونيز الشوكولاتة هنعمل، قصدي ترايفل الشوكولاتة. أنا بستعمل فيه براونيز برضو، براونيز جاهز وموجود في السوبر ماركت، فجايبة برضو حاجات جاهزة. أو وصفة البراونيز موجودة في كل حتة، مرة هعمله لكم. احنا عندنا برضو على السايت بتاعنا في الفيسبوك الوصفات بتاعتنا، وعملناه كذا كذا مرة قبل كده. هحط من تحت براونيز كده، هجيب اللبن المكثف المحلى هحطه عليها، هسقيه بيها. وممكن نحط عليه بدل الكاسترد الفانيليا برضو، ممكن نستعمل الكاستر البودنج الشوكولاتة ومش هيقول لأ خالص برضو. وهحط عليهم فراولة، وبعدين هحط عليهم برضو كاسترد عادي. افكه شويه عشان اعرف اقلبه كده. وبعدين احط عليهم الكريمه. وبعدين ارشهم بحبه كاكاو. واحط عليهم فراوله وده يكون تاني وصفه للترايفل بتاعنا. وطبعا الترايفل تقدري تقدميه في كاسات، وتقدري تقدميه في كوبايات صغيره، وتقدري تقدميه في بولات، يعني نفس الترتيب ده بنفس المقادير اللي احنا حطينا تقدري تحطيهم في بولات وجربوه. تاني وصفه هعملها لكم النهارده الكريسماس فروت كيك. والكريسماس فروت كيك اللي عندي هتكون عباره عن فيها فواكه مجففه، فيها زبيب ومشمش وقراصيا وتمر، وفيها الفواكه المسكره كمان اللي هو الكريز المسكر ده، وفيها عسل اسود، وفيها بشر برتقال وبشر ليمون، وفيها قرفه وجوز الطيب وبيض، يعني مليانه. اول حاجه هعملها هنقع الفاكهه بتاعتي في بوله في عصير البرتقال. هجيب كل الفواكه بتاعتي. وهو الكيكة دي خصوصا بتتعمل بكذا طريقة، ممكن تنقعيهم، ممكن تاخديهم غلوة على النار، يعني وبتاخد فاكهة كتير جدا، تاخد تقريبا كيلو فواكه مجففة والفواكه المسكرة. نجيب معلقة. والتمر انا بحب احط لها بلح جدا. والكيكه دي بتقعد بالشهور مقفوله، يعني ممكن نعملها بتقعد مثلا شهر
وكل اسبوع تفتحي تسقيها حبه عصير برتقال وتقفليها، وكل ما بتقعد طعمها بيبقى احلى بكتير. انا هحط لها حبه عصير برتقال وعصير ليمون، دول خلاص، وهسيبهم يتنقعوا شويه. في وقت لما بيتنقعوا طبعا الحاجات دي لازم تتساب تتنقع طول الليل، يعني يحبذ انها تبقى منقوعه طول الليل، وانا هسيبهم كده شويه عقبال ما احضر الخليط بتاع الكيكه نفسها. فخليط الكيكه بقى هيبقى عباره عن، سيبهم كده، هجيب بوله تانية والكيكه دي اصلا ما بتحتاجش ولا مضرب ولا اي حاجه. اول حاجه هعملها هجيب الزبده بتاعتي، انا حطيت الزبده اهي، الزبده بتاعتي هضربها بالسكر، السكر البني والعسل الاسود. والعسل الاسود بيديها طعم حلو جدا، يعني بجد يعني بتفرق جدا، يعني انا بحبها جدا بالعسل الاسود، بيفرق في طعمها. وهبتدي اقلبهم، ما بتحتاجش ضرب، ما بنضربهاش كتير زي الكيكات العاديه ولا بمضرب ولا اي حاجه، علشان انا محتاجه ما يدخلش فيها هواء، علشان الفاكهه تبقى ما تنزلش، الهواء بيخلي الفاكهه تهبط تحت في في في, في القاع بتاع الكيكه. انا كل ما دخلتها لهاش هواء كل ما الفاكهه بتاعتي كانت في كل الكيكه من فوق لتحت، ما تكومتش تحت. طيب انا هقعد اضرب شويه في الزبده دي لان محتاجه استعين بعضلات، وفاصل وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، والنهارده معايا ولاء. ولاء ضيفتنا لتاني مره في البرنامج، وكانت معانا قريب جدا. ازيك يا ولاء؟ الو يا راني، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وقلت ما فيش حد هيعلمنا نعمل الجينجر كوكيز والديكوريشن بتاع الكريسماس على الكب كيكس وعلى الكوكيز غير ولاء. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هنعمل كيك ديكوريت، يعني احنا جاهز. المره اللي فاتت عملنا الكيك، النهارده بس هنديكوريت ونعمل ونديكوريت الكوكيز والكب كيك. طب حلو قوي. طيب بصي يا ولاء، انا شغاله في لسه الكيكه بتاعتي ما خلصتهاش، و هقول لك دلوقتي هعمل ايه في الكيكه. الكيكه احنا ضربنا اللي احنا بنعمل كريسمس كيك اللي فيها فواكه مجففه. اول حاجه عملتها ضربت الزبده والسكر والعسل الاسود مع بعض، ضربتهم كويس قوي. هبتدي احط عليهم البيض، والبيض احط بيضه واضربها، وهي مش محتاجه مضرب زي ما قلت لكم خالص. ولا تعالي بقى، ما انت بتعملي بيكنج، يلا صاري لي بيضه بيضه. ولا انت تضربي، عايزه تضربي؟ لا لازم تحبي، ولا انت اللي عايزه تضربي. ودي تاني بيضه. ثالث بيضة، محتاجة مضرب يعني ده. طب اخد شوية؟ بليز، الواحد صحته بقت في النازل على كريسمس. دي خلاص. هبتدي احط الدقيق عليه البهارات بتاعتي اللي هي جوز الطيب وقرفة وبهار حلو. وطبعا هحط عليها بشر الليمون وبشر برتقال. وانا قريت ان الكيكه دي بتاخد معلقه جليسرين بتتحط على الفواكه بتاعتي وتقلب معاها علشان بتحافظ على رطوبه الكيكه، بس طبعا ده اختياري، تقدري تحطيه وتقدري ما تحطيهوش، براحتك خالص. تاني حاجه هحط الدقيق بتاعي، وحطيت عليه اللوز مبشور، هقلبهم كده تقليبه مع بعض.
وبعدين هنحطهم. ما اقلبش كتير صح؟ لا بس عبالة ما يروحوا، بس هي ما فيهاش ضرب كتير الكيكة دي. وبعدين هنحط الفواكه بتاعتنا، وطبعا هنكون محضرين صينيه تدخل بيها الفرن، وهتكون متقفله كلها بورق الزبده الجناب والقعد. يلا معلقه بقى. ريحه حلوه قوي. ما انا بحب بقى، اهم حاجه عندي في الكريسماس البهارات والحاجات دي والفاكهه وكل الكلام ده. بس كده ناخد الجزء الثاني. تنفع رمضان كمان؟ انا بعملها على طول، هي تقيله شويه في رمضان يعني بيبقى في الصيف، هي تقيله شويه في الصيف بس انا على طول عندي في البيت. ما بيفرقش معانا تقيل. في بسبوسه وكنافه اتقل بكتير صحيح. وبعدين يا جماعه انا كنت جايبه اوريكم انا كنت جايبه ايه اصلا عشان البسه عشان احتفل بكريسماس معاكم، بس ما حدش من الضيوف عايز يلبسه، كله يقول لي شكلي وحش فيه، وبعدين انا خفت انا اللي يطلع شكلي وحش فيه. شكلك حلو. فقمت حطاه في الدرج، بس هطلعه دلوقتي والبسه بقى عشان اوريكم كل الاشكال اللي انا جبتها. هو ما جبتش اشكال كتيره، هما شكلين بس. طعمها حلو قوي فعلا، عسل اسود بجد بيبدل الحاجه. وهنحطها في التين بتاعتها. يلا سباتولا. سباتولا صح. والكيكه دي بتقعد ساعتين في الفرن، ساعتين لساعتين ونص على فرن 140 واطي جدا. طب يلا ولاء تديني بقى، وريني الديكوريشن بتاعك. انا هنزل دي وهحطها في الفرن لمده ساعتين، ولاء هتبتدي تشتغل في الكب كيكس. هنبتدي ولا في الكيكه نفسها؟ هتعمل لنا ايه؟ اشمعنى البيت ده؟ يعني قلت سانتا كلوز و هتعملي عليه سانتا؟ هنعمله ديكوريشن. ايه الفكره اللي هتقدمها لنا النهارده يا ولاء؟ لا ديكوريشن كريسمس كيك، يعني مش يعني هعمل سانتا كلوز وهعمل تلج بقى والشجر والشجر دي. يلا اول حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل بيبان وشبابيك للبيت. اوكي. والباب طبعا الكيكه دي تقريبا ما بتعلاش خالص، ولا فيها بيكنج باودر ولا بيكنج اي ولا بيكنج صودا ولا اي حاجه. وفي هذه الاثناء قبل ما تخلص لنا البيبان والحاجه، احنا هنعمل اول بلو فوندنت بتاعته شكل الشبابيك. ولاء معاها عدة دكتور، يعني ممكن عدة عمليات حتى، مش دكتور عادي يعني، مش كفاية.
استني هرجع بس هرجع للكيكه بتاعتي تاني. الكيكه بتاعتي حطيتها في الفرن تقريبا بتقعد من ساعه لثلاث ارباع لساعتين في الفرن، وساعات بتاخد ساعتين وربع على فرن واطي جدا. انا هحضر مرزبان اللي هقفل بيه الكيكه، وهو في طريقتين، يا اما المرزبان انا هديله لون شويه هدخله وهدخلها تاني الفرن تقريبا 10 دقائق تاخد لون شويه اديله لون، وممكن تقفلوها بالمرزبان وكمان تحطوا عليها الفوندان الابيض اللي زي اللي هي شغاله بيه. تمام. نعمل لاير كده ولاير تاني عليها. فعندك الاثنين اوبشن دول. المرزبان بتاعي بيبقى عباره عن سكر بودره مطحون ناعم جدا 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 جدا. هجيب بس بوله كبيره شويه. هو اصلا بياخد سكر بودره، بس انا حاطه له سكر عادي علشان ده هيدخل الفرن، بس لو هيبقى سكر بودره نفس الكميه، لو مش هندخل الفرن هنقفل بيه الكيكه بس، نفس الكميه دي سكر بودره هنحط عليه السكر العادي بتاعنا. وبعدين معلقتين عصير تفاح. بياخد بيضة حسب بقى، لما ممكن ياخد بيضة كمان حسب العيشة هتمشي ازاي. نقلبه ممكن ياخد حبة عصير تاني، وهديله روح اللوز، ده اهم عنصر عندنا في الموضوع كله وموجود دلوقتي في كل حته، مش هنغلب خالص ان احنا نلاقيه. تقريبا معلقه صغيره هبتدي اعجنه بقى بايدي، هو بيبقى زي العجينه كده بالظبط. وطبعا العجينه دي ممكن نعمل منها اشكال بقى ونلونها ونعمل منها فراوله وتفاح وحاجات كده، صح؟ كل الفواكه طعمها حلو كمان، هي طعمها احلى من الفوندنت بكتير. اه بكتير. والمرزبان اللي هقفل بيه الكيكه جاهز اهو معايا. هنعمل ايه سانتا ولا لسه؟ دلوقتي هعمل الباب اول ما تخلصي. انا خلاص خلصت. جاهزة نبدأ نعمل سانتا؟ يلا نبتدي نعمل سانتا. دي بودرة اسمها سي ام سي، تخلي الفوندنت يمسك نفسه. يمسك نفسه. اه بتحطيها بكميات معينة ولا بتعودي تحطيها لغاية لما؟ باي سنس يعني، بقيت لما الاقي الفوندنت جامد او لما يجمد في ايدك ابدا خلاص اعرف ان هو يعني هينشف يعني. اوكي. هو ليها وزن تقريبا كل 100 جرام ليه ربع معلقة تقريبا، بس يعني بعد شوية خلاص انت بنعرف ايه. نبدأ بالكورة وبعدين سلندر. هنبدا نعملها كوره وبعدين شكل اسطواني لحد مكان ركبته باتنين ركبه.
السانتا بيبقى مليان شويه. كبره شويه؟ ده لا، هنكبر له بقى بطنه. جيب بس اسود. مش عاوزه اه طبعا ممكن اعمل معاك بوت. هنعمل بوت برضو كوره، كله بيبقى كوره. بعد كده اعمل لها سلندر صغيره. ده البوت ولا البوت؟ اوكي تمام، اعمل زيك بالظبط. كوره وبعدين سلندر. بين السلندر دي هنتنيها كده، يعني انا تنيتها كده نصين. انت الفرده الواحده جزمه واحده؟ اه اوكي. الفرده هنتنيها كده، يعني ندوس عليه كده ونبوت. تمام معاكي بوت؟ نعم. اه حلوه. اوكي هنبتدي نعمل جسمه. تحبي نخليه واقف؟ زي ما انت عايزه. لو هنخليه واقف هندخل فيه سكيور. عايزين نوقفه هنا. تعملي بطنه؟ اه ما عنده كده شاشه. ودي هتبقى كوره وطالع بوز شويه صح؟ اه اوكي. لسه فاكره والله. هي كل حاجه دايما كوره وسلندر. نعمل له وسطه. عنده كرش شويه. عنده كرش كبير. امبارح واحنا في المدرسه بنعمل برضو بازار بتاع المدرسه، فكل ساعتين بيتغير. بيجي اولا قررنا ان سانتا يطلع في المدرسه على حنطور، فعملنا حنطور وزوقناه بالاحمر واخد ديكوريشن بتاع كريسمس كله، وسانتا قعد في الحنطور مع الهدايا ومع حاجات يديها للعيال. وبعدين طبعا احنا سايبينه في الجنينه في الشمس، فكل شويه سانتا نغيره علشان بيفطس. بيفطس طبعا. فكل شويه نغيره. في الاخر بقى ما كانش عندنا الناس الخواجات المدرسين الخواجات الموجودين كلهم لبسوا سانتا، سانتا مش لاقيين ولا حد، فجبنا واحد بقى مصري جدا. وكنت اول مره اشوف بقى سانتا بحواجب سودا ووشه اسمر ومش عارفه. العيال قاعده بتبص له كده مش مقتنعين طبعا خالص. طيب احنا عبالة ما نخلص سانتا بتاعنا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، انتظرونا. رجعنا لكم تاني والنهارده معانا ولاء. ولاء بتزود لنا كيكة كريسمس وعملنا بابا نويل. وانت بتطلع ايه من هنا؟ لا انا عايزه ادخل انت عايزه تقلبيه ان هو داخل المدخنه. هي دي مدخنه البيت. هو المفروض بيدخل بس بيدخل زرع بصل كده ولا هو كده؟ ما ينفعش يدخل بطريقه الطف من كده. طيب انا كنت محضره كيكه من اللي انا عملتها كيكه الكريسماس، ودلوقتي جاهزه معايا وهوريكم ازاي هقفلها بالمارزبان اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. و هقفلها. اول حاجه هنعملها هندهن الكيكه ببياض البيض. انا عايزه انا جبت الفرشه. حاضر، عشان كل ما نحط حاجه على البوتاجاز يزعق. هندهن الكيكه بتاعتنا ببياض البيض عشان المرزبان بتاعي يلزق فيها. دلوقتي هنعمل راس سانتا. باخد كورة الأول بقيسها تقريبا قد جسمه قد ايه، يعني نسبة للجسم قد ايه. ليش معنى بتقيسي؟ بتعملي راسه قد جسمه ولا لا؟ يعني تبقى مناسبة للجسم، يعني في أوكي. نسبة وتناسب يعني. اوكي
بس كده. طبعا الوش مش كل الناس تعرف تعمله، بس يعني ممكن لو عملنا كوره وعينتين. اه طبعا ومع الولاد بقى فيه ومع الولاد كتيره. غير ان في ديتيلز، في تعابير يعني كتيره جدا. انا هفرد المارزبان بتاعي على قد الكيك علشان ابتدي احطه عليها. وطبعا دلوقتي في الموجود مارزبان جاهز، يعني مش عايز يعمله، بس هو سهل جدا، ما بياخدش وقت اصلا. تلزق على طول بقى. انا علشان احنا قافلين بصفارق ببياض البيض كده. الاولاد بيتبسطوا قوي في الحاجات دي، يعني ممكن قوي يدخلوا معانا في الكريسماس. بس انا يعني ما يعني يعني ما لا اتحمل. ليه؟ يعني يا انا يا هما في المطبخ، يعني ما حد يعني ما ينفعش. وبعدين انا بنتي بتحب تطبخ جدا. بتطبخ وبتعرف؟ اه بتحب تعمل يعني مصيبه بقى، انها بتحب تطبخ وتاكل. حلو؟ لا يعني انا بحب اطبخ واحب ادوق، انما ما احبش ما باكلش. انما هي تقسم وتاكل وتاكل نفسها، فبتجنني. انا ممكن استلف منك قطعات؟ طبعا. عندك ليفز نجوم اهو، ليفز نجوم هنا بس صغيره مش كبيره. اه دي صغننه قوي. طب استني، في هنا دول. ذاتس اوكي. عايزه نجوم بس. ثانك يو. وبعدين اول يا جماعه هنبتدي هندهن بقى وشها بصفار البيضه والمرزبان. صفار البيض برضو هيديها لون حلو. سانتا حطينا دماغه. اه بقينا هنلبسه هات بتاعت سانتا. اوكي. نقطع نجوم. طبعا احنا ممكن نلون المارزبان ده، ما فيش فيه مشكله خالص. وممكن نحطه كده على لونه. انا ما خدتش منك الليفز. سانتا بقى انا كمان كنت بدات في السقف يا رانيا. عملتي السقف ازاي؟ انا ما خدتش بالي. قطعت احمر و عندي كده حاجه بتدي شكل الخشب، لو مش موجوده عندنا اي حته باركيه عندنا ممكن نعمل فيها امبريشن، بس تكون نظيفه طبعا ما استخدمناهاش قبل كده. او نعملها كده بالسكينه او بالمقص تدينا شكل الخشب. يعني بتقعدي نديها بس خطوط كده يعني. اوكي. غيرت رأيي. بس طبعًا انت بتطبخي ولا بس تعملي حلويات؟ لا انا بدات طبخ اصلا وبعد كده دخلت في الحلويات. بتهزري؟ طب ما عملتلناش حاجه حادقه ليه؟ ما لا بقيت دلوقتي ما يعني اول ما دخلت في الحلويات ما يعني بطبخ اه في البيت يعني، بس شايفه انا لاقيه نفسي اكتر في الديكوريشن يعني. اه
يعني حاسه بيطلع فن اكتر يعني. اكيد طبعا. برج ايه؟ اسد. كنت واثقه ان انت اسد. اسد. انا كمان. yeah. هم عندهم كده ارتستيك حاجات تاتش كده اهو، كل حاجه لازم يعملوها فيها فن ومعنى. نبتدي نديهم برضو لون. انا هعمل الجلافز بتاعت سانتا برضو سلندر، هقطعها بالورب وبعدين بعدها دي بقت الريست، مش عارفه اسمه ايه يعني. بفتح كده مكان الصباع بالسكينه هو اسهل من الايد، لاني مش محتاجه تعملي الصوابع، هو بس بنطلع. ده شكلها. اول ما اشتغلت كنت بعمل الايد كامله وبعد كده البسه. تلبسيه جلوفز؟ البسه بقى الروب بتاعه ده. بتهزري؟ طب كنت بقعد ساعات لما اكتشفت بقى الخدعه. انا يعني مش بقى هو اعمل كل ده، يعني هو هيقلع بقى وانا عارفه هو ايديه فين وكده. ما انت طبعا طول ما انت ماشيه بتتعلمي. طبعا لازم ناخد بالنا من ايد اليمين وايد الشمال. الصباع بيبقى اللي هو الابهام ده، الابهام ده الابهام بيبقى لجوه. اصل موضوع الزواء الكيكس ده بياخد وقت كتير جدا وتركيز. كده جاهزه. انا دي رينيا دير. ايه كنت عامله؟ انا بحب انا جايبه بقى ال أيوة. الدير بتاعي عشان هبقى دير جدا. تلبسيه؟ والله كلهم قعدوا لي قعدوا يقولوا لي لا ما تلبسيوش، بس هلبسهم لكم دلوقتي. مش عارفه حطيتهم فين اصلا اهو. وده الغزاله اللي بتركب بتاخد، محدش جابني كاميرات. ودي علشان دي بتاعت سانتا، بس طبعا انا قلت لهم مش هحطها النهارده، هحطها هحط البتاع التاني برنيت سانتا. بجد دي سانتا بس جيرل مش بوي، يعني بنت. بس طبعا معموله بروقان فاحلى بكتير من سانتا. لا بس هو سانتا الكيك سانتا. كنت عايزه اقول حاجه عن الكيك. الكيك دي لازم احنا بنعملها تتساب يومين في، يعني هنحط الكيك فوق بعض نحشيها ونشوف طول البيت اللي احنا عاوزين نعمله ايه. لازم نحط فاصل بين كل مثلا 4 أو 5 طبقات عشان يشيلوا بعض البيت ما يقعش. فاصل اللي هم العيدان يعني؟ لا كرتون. كرتونه وبنقصها ازاي؟ ما انا بجيب الكرتون. لا انا بجيب الكرتون اللي هو بيتقص. وبحط مثلا هي طبعا دي منحوته كده، فبعمل بالعرض اللي فوق واسيبها في الفريزر يعني يوم كامل، وبعد كده ابدا انحتها بالسكينه والكرتون ده بقطعه معايا وانا نازله. اوكي. وبعدين اللي فوق ده برضو بيبقى يكون كيكه مربعه وبقسمها بالنص فتديني شكل المثلث ده. اوكي. ولازم يكون فيه حوامل، ممكن شاليمو، ممكن اي حاجه خشب نقصها عشان تشيل خلي صحهم على بعض. لا مش خلي اسنان، حاجه جامده شويه تقدر تشيل الكيك. كيك تقيله يعني، بالذات كريسماس كيك تقيله. لا كريسماس كيك طبعا تقيله جدا. انا هنزوقها كده عليها. عايزين شوكه؟
هنحط دي، هديها بس شويه صفار بيض تحت، وهنحطها في فرن لمده 10 دقائق بس تاخد كده لون شويه. طبعا التلج ده ممكن نعمله اي كور ونحطها في اي مكان. ايه هو تلج؟ وريني عملت التلج ازاي. قطعته بقطعات، عندي قطعات غريبه كده. اوكي، ممكن نعمله كور كده بايدينا، مش لازم قطعات. او ازاي ياخد وقت جامد قوي ليه؟ بتعملي كور كتير بقى. ثانك يو. وكده الكيكه بتاعتنا جاهزه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونشوف هنذوق مع بعض الكوكيز والكب كيكس. انتظرونا. ورجعت لكم تاني ومعانا النهارده ولاء. ولاء زودت لنا الكيكه التحفه دي، وكمان هتعمل لنا موديلين كوكيز وموديلين كب كيكس. ورينا بقى ولاء. اوكي، نبدا بالكوكيز. نعمل سانتا ولا نعمل واحده سانتا؟ نعمل شجره سانتا. اوكي. سانتا لون الجلد. هتعملي وش سانتا. وش سانتا بفرد حته لون الجلد. بعدين على الكوكيز عايزه اديله الخدود فبتحطي تحتيها. فبحط كورتين. طبعا المفروض يبقى فيه ميه، مربى. طبعا مش المفروض نعمل بميه، يعني مربى او حاجه اسمها كورن سيرب. اي سيرب يعني، او عسل. عسل. كورتين دول خدين، كرة صغيرة للمناخير وكرة صغيرة للبق. هبدأ أحط دي عليها. ياخدوا وقت كتير قوي. لا يعني انت ممكن تعملي من غير ده. بس يعني كمية. هي الفكره، يعني انت بتستمتعي بتعملي حاجه، يعني كريسمس مش كل كتير. يعني بيجي مره لما نقعد نعمل ده مره كده. طلعت المناخير. البق. طبعا ممكن احط ابيض بعد كده اسود ونعمل بس يعني اقطع لك الشجره. احنا بنعمل سامبلر يعني. اوكي، الشجره اخضر. اخضر في اخضر هنا. ممكن نعمل كمان في حاجه اسمها رويال ايسنج، اللي هي ليه طريقه معينه بالبيض البيض او باودر اسمها مرينج باودر. بيبقى طبعا طعمه احلى غير الفوندنت يعني، بس ده للولاد. طبعا بياخد وقت اكتر، اني محتاجه احط اول طبقه وتنشف. بعد كده بكره احط الطبقه اللي بعدها. يعني فعلا محتاجه تاخدي كل ده في الكوكيز. الكوكيز محتاجه تحطي اول بيز وتسيبيها توسات يعني. مثلا اللون الاولاني ونسيبه ينشف، وتاني يوم نبقى نحط اي لايرز ثانيه عليه. طبعا في حاجات بتبقى اسمها وات اون وات، ويعني انا احط بس مش الفيسز وكده. اوكي، الشجرة بقى هقول لك حركة حلوة قوي. الزقية بعدين
ممكن انا ده عاملاها علشان كنا ممكن واحنا بنخبز الكوكيز نعمل فيها فتحه بقطعه ونعلقها على الكريسماس تري تبقى ده الديكوريشن بتاعنا. حلوه دي. بصي بقى اعملي كده. اوكي نايس. انا بعملها كده بس في الشجر العادي بس زي دي. اوكي اه بجيب برضه. بتعمليها في النص كمان؟ اه بعملها كلها. كده لبس سانتا. ده يبقى احطي تلزقيه بايه ده؟ ميه؟ بميه. حطي نقطة ميه هتلزق معاكي. نشتغل في الكب كيكس. سانتا على الكب كيكس ممكن نعملها بنفس الطريقة؟ لا نعمل حاجة تانية بقى نعمل. أوكي. عشان عملنا سانتا كتير النهاردة. ممكن نعمل ده الرينيا. طلع البونبون الغزالة دي. ممكن ثانية رانيا. طبعا الكب كيك قبل ما نحط عليها الفوندنت لازم نديها طبقه جناش عشان الفوندنت يلزق فيها. وادي الشجره بتاعتنا الرينيا. نبدا بكوره برضو. بعدين السلندر. هنعمل زي البوت. زي البوت بالظبط. هعمل لها مكان العينتين. وبق كده صغير. هي الرينيا بتاعت سانتا عندها مناخيرها لونها حمرا. اوكي كول. اظرف حاجه بقى انت كده وانت كبيره تقعدي تتفرجي على الحاجات عشان تعمليها يعني. انت غير عيالك في كيكس ولكن لازم تذاكريها. بتعملي دول ازاي؟ اللي هما ايه؟ الأرون دلوقتي حالا. وانتي مفصله دول ازاي؟ لا ده كتر يعني. هي بتدي امبريشن لوحدها. وبعدين انتي بتلوني تحت. وبلون بقى جولد او احط حته احمر. اوكي سوري انا نسيت ده اسمه فلورال واير يعني سلك من عند بتاع الورد. بيعملوا بيه الورد. طبعا لازم نقول للولاد ان في سلك في الكب كيك. بس دي ريسكي قوي كمان. لا يعني اصل انت بتديهم بقى يعني هي دي ال 3 دي كب كيكس. ما هو احنا عندنا مثلا سانتا جواه سكيور خشب. ممكن ممكن نحط سباجيتي. انا افضل فاسباجيتي ياكلوها يعني. انا بنتي بتاكل سباجيتي كده من غير ما تطبخ فهتبقى مبسوطه قوي.
هعمل كده زي حاجه كده وبعدين ابدا اديها شكل القرن كده في كور كده وبتاع. اوكي نايس. لسه عندنا ودنين بس. لسه ودنها بس. انا هعملك شجره. لا انت هتعملي وش حد. ممكن طلع لون تاني. ممكن الألف. الودن بتبقى زي زي نقطة المية كده. اتنين طبعا ياريت يبقوا قد بعض. وبعدين بأي حاجة ببططها كده. بتحطي واحدة تانية لون تاني. لون تاني أي لون بقى المفروض يبقى لون بيج أي حاجة بينك مثلا. وبعدين امسكها كده اظبطها. وادي كب كيك رينيا دير. اوكي نعمل واحدة تانية. ده الالف. الالف اللي هم المساعدين بتوع سانتا. سانتا الحاجة يعني مميزة قوي ليهم ان هم عندهم ودان بعمل مكان عينتين. والبق بأي حاجة بفتحه ملهم بق كده صغير. ممكن ده بقى يعني من غير ما نحط الكور تحت كورة صغيرة كده من المناخير. لازم بقى ودانهم بقى ودانهم طويله كده ورفيعه زي بقى اللي انا كنت اللي انت كنت هتلبسيها. ما اعرفش حطيت الحاجه فين. كل شويه البس حاجه واحطها في حته مش فاكره شلتها فين. هقول لك حالا دلوقتي هيطلع. سوري معلش مش فاكره يا جماعه قلعته فين. كان هنا. هم خبوه منك يعني. اخدوه مني اهو. وده كنت اصل لسه جايه من بازار المدرسه برضو. هو ده بقى ودي الودان اللي هي قصدها عليها. ونعمله هو الهات بتاعته تبقى خضراء مخططة او احمر ومخططة زي اللي انا لابسة ده كده بالظبط. ايوة بالظبط كده. احنا عشان نجيب نص الدايره دي بنجيب نفس الدايره اللي احنا قطعنا بيها. وناخد نصها نعملها كده هلال شكل الهلال. هنلاقيها اتركبت عليه. طبعا من فوق طبعا عايزين نعمل لها خطوط. نحط لها خطوط عشان وقت بس البرنامج. واحنا هنرش بس حبه كده سكر على على الطرف كده كان يعني التلج نازل عليها. ودي كده الكيكه بتاعتنا. طلع طعم الفرن جاهزه. احنا كده حاجتنا جاهزه برضو خلصنا. تمام. طيب ميرسي جدا جدا يا ولاء. كل سنه وانت طيبه وعام سعيد عليك ان شاء الله. ميرسي جدا ليكم. يا رب يكون وصفاتنا النهارده عجبتكم واشوفكم على خير. باي باي.